أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم استماع الخطبة في صلاة الجمعة؟ واجب، لمن حضرها يجب عليه الإنصات، ويحرم الكلام والإمام يخطب، ويجب عليه الإنصات. نعم، والذي يتكلم كالحمار يحمل أسفاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتلغو جمعته. الذي مس الحصى فقد لغى، حتى ما يحرك أعضاؤه، يخطط في الأرض ولا ما يعمل هذا، يقطع الحركة ويقبل على السماع. فإن تحرك وتلفت وحرك في الأرض وأخذ هذا وحط هذا، فهو كالحمار يحمل أسفاره. نعم.